الله تعالى وبركاته. معكم دكتورة عفيفة ابتسام، خريجة كلية الطب بالرباط. مرحبا بكم عندي في مركز طب دكتورة عفيفة ابتسام. جائحة كورونا خلينا بزاف ديال الاحتياطات لسلامة المواطنين ولي باسيون ديالنا، ومن بين هاد الاحتياطات هي الحرارة. ولينا كناخدو اون ميزور الحرارة لي باسيون في الباب، لو برودوي دو ديزانفيكسيون ضروري لا ديزانفيكسيون ديال المعقم ديال اليدين، اي لي سوغ شوسور حتى هما. La distanciation, donc on préfère n'atteindre des rendez-vous éloignés, c'est-à-dire que la passion est confiable, comme ça, mais la couche les passions même à en plus de ça, la désinfection, l'idée est même qu'elle d'air. Comme vous le savez, le médecin dentiste a un contact direct rapproché avec le patient. Donc, il y a une sorte de le port gel, le masque. La visière, le calot, les gants, دائما خاصو يخدم بهم، و bien sûr كيتبدلوا après chaque patient. Et pour le plateau هاد les instruments هادو كيداروا directement في الفم ديال المريض. Donc داكشي علاش كيدوزوا من واحد la chaîne de stérilisation اللي هي كيدزانفيكتها في واحد لو باك دو ديزانفيكسيون، après كيدخلوا لوتوكلاف باش يتعقموا، باش هكا كنكونوا متيقنين ان ما كيبقى حتى شي ريسك دو كونتاميناسيون بين لي مالاد. نورمالمون لي دونتيست راه كنبداو نمشيو عندهم ملي تنكونوا صغار، مشاكل ديال الاسنان ولا ديال التا ولا ديال الاعوجاج ديال الاسنان ولا هذا. كنت متبع عند واحد الطبيب اللي كان قريب ليا فين كنت كنسكن، حيت كنقول زعما قريب مزيان، ولكن كانوا عندي مشاكل معاه بزاف. مي اون فوا جي تي كونسيي باغ ابتسام من عند اون امي، درت عندها اون كورونون زيركون صافي 3 ans دابا، اون با بوجي مزيانه، ما كانوش عندي مشاكل والحمد لله. كاع الناس اللي وصفت ليهم ابتسام جاو لعندها حتى هما ايسون ساتيسفي، الخدمه ديالها نقيه. سورتو دابا مع هادشي ديال كورونا الى بخي توت كاع داكشي ديال لا سيكوريتي وديال لا بروبرتي وليجيان، وهذا تبارك الله عليها خدمتها نقيه والكابيني نقي وكلشي هو هذاك لو سيرفيس اي دون دي كونساي. الحمد لله مزيانه، زعما جو كونساي طول الموند باش يجيو عند ابتسام. لالا ابتسام عفيفي الله يعمرها دار طيب، وداكشي اللي قالوا لي عليها لقيتو، داكشي اللي قالوا لي عليها لقيتو، وكثر من داكشي اللي قالوا لقيتو. والله يعمرها الدار، يديها رطبين في الخدمه ديالها، الابتسامه، الاستقبال، طيبوبه من لا ريسبسيون، انت فرحان وما تخافش ملي كتجي. انا كنخاف من البرا ونخاف من كل شيء، كدير لي البنج وكدير لي هذه ولا تحيدات، كتقول لي انا صافي راه كملتيها كفعتي راه واللي حشمنا. والله يحفظ الجميع ويخلينا ويخليكم على خير. وكنشكروا جريدة أصوات بعد الاستقبال ديالها ليا، جيت على غفلة تلقيت لالا ابتسام عندك نتوما عندها، وشرفتوني حتى انا ندير الكلمة ديالي، وشرف ليا كبير. وتحياتي للجميع، كل عام كل سنة وكل شهر كل يوم نتوما بألف خير. ولالا ابتسام الله يسهل عليها، كتعامل حتى في التمام مسكينة كتعامل، عندك ما عندكش كتقول لك غير ما كاينش هادشي اللي المواصفات ما بقاوش، وعندها مطيرة تبارك الله اخر ما كاين. وهذا هو اللي بغى المليح يجي عند ابتسام. تحياتي للجميع، تحياتي للجميع.
شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.